رايحين نشوف مع بعض فيديو كيف تمت إهانة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وإبعاده من أحد حراس الملك والأمير والمجموعة. رايحين نشوف هذا المشهد اللي حصل قبل قليل في مراسم زفاف أو احتفال عشاء الأمير حسين، وهو جزء من الاحتفالات بزواج وزفاف ولي العهد الأمير حسين. رايحين نشوف كيف أنه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المعروف أنه قريب جدا من الملك عبد الله واللي فكر حاله أهم من البقية، رايحين نشوف كيف أنه الملك وعمه الأمير حسن وابنه العريس ويعني ماشيين مع بعض وراهم في يعني بعيد عنهم عدة أمتار رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة يعني أحمد الصفدي وبشر الخصاونة ومجموعة ماشيين مع بعض. هذولاك عارفين قيمتهم، عارفين أنه ما يقدروش يقربوا أكثر من ذلك، وقفوا. فيصل الفايز مفكر أنه يقدر يقرب أكثر، ظل ماشي. شوفوا كيف أبعدوا أحد الحراس. للي متشكك في هذا الفيديو، الرابط موجود، الرابط للحفل، البث المباشر للحفل على التلفزيون الأردني. روح عند الدقيقة 50 بالضبط وأربعين ثانية، من الدقيقة 50 وأربعين ثانية 10 ثواني، شوف هذولا من 50 و40 ثانية للدقيقة 50 و50 ثانية، شوف كيف اتعاملوا مع فيصل الفايز. هذا الموقف بيوريك انه الأردنيين عبارة عن خلفية في المشهد بالنسبة لهم. الأردنيين بالنسبة لهم عبارة عن إشي يعني ديكور يتزبط وينحط هون وهون، مش إنه إشي أساسي في الصورة. الأردنيين بالنسبة لهم عبارة عن إكمالة عدد. الأردنيين بالنسبة لهم عبارة عن ناس بينحطوا في زي ما قلنا في تزيينة المشهد، بس ما بيطلع لهم يتقدموا للأمام، ما بيطلع لهم انهم يكونوا في واجهة المشهد. طبعا فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان لا يمثل الأردنيين، لكن هو لكونه أردني ولكونه يعني مع انه اقرب واحد لهم ورغم كل التسحيج اللي سحجوا لهم، لكنه لا يرقى بالنسبة لهم الى مرتبة انه يطلع الى الصف الامامي ويكمل معهم المشوار. ومش بس هيك، يعني رغم كل الأشياء اللي سووها، حكيت اليوم في فيديو آخر رايح أحط اللينك تبعه في التعليقات، حكيت كيف إنه قاعدين يجيبوا أي ناس علشان يعبوا، وشفنا في مناطق كثيرة في الأردن يعني رغم كل الجهود اللي بذلوها ورغم كل المحاولات ورغم إنهم روحوا ناس من الجيش والشرطة من أكثر من أسبوع وطلبوا منهم إنهم يربوا لحيتهم وشعرهم يطول علشان يبطلوا يبينوا كانهم عسكر عشان يعبوا الشوارع، ومع ذلك الاحتفالات التي أقيمت بشكل غير عفوي في المناطق والمحافظات والألوية، هذه الاحتفالات ما كان فيها ناس كثير، ما عبت الأماكن. يعني كثير في بث مباشر وكثير في فيديوهات وصور من مختلف مناطق المملكة اللي حاولوا يساووا فيها احتفالات، واضح تماما فيها انه ما في ناس كثير، واضح تماما انه هذه اللفة كلياتها لا تعبر عن مشاعر حقيقية. هم عمالهم يلفوا كل هاي اللفة بدهم يوروا انه في شعبية كبيرة للأمير حسين، هم عمالهم يساووا كل هاي اللفة علشان يوروا انه والله محبوب وانه له أرضية يحكم لاحقا. طبعا احنا عارفين انه مش راحين يسلموا الحكم فورا، انما بدهم يوروا انه في له أرضية وفي له شعبية. طبعا الامور واضحة بالنسبة لكل أردني. شكرا لكم ونلتقي، سلام.